فكرت تشجعت البنات انه يصل هنا يصيرن يركبن. ثاني شغله صارت نسبه كبيره ان صبايا وبنات واطفال يجوا يركبوا. في عندنا كمان في شيء بخجل الاهالي انه يطلعوا بنات، في عندنا مسارات خارجيه، انا بنت بطلع مسار خارجي. اول شغله ما بعمل اني بعمل شيء عيب ولا حرام، بطلع في الشارع مرفوع راسي ما بخاف من شيء، نطلع منبسط منغير جو. يعني صارت نسبه كبيره ناس تطلع عائليه مسارات. احنا اليوم بلا مؤاخذه مجتمع متحفظ، نرجع للدين. تمام، الدين لما حكى الرسول عليه الصلاه والسلام علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل، ما حكى ذكوركم او اناثكم. الانثى حقها مثل حق الرجل، بما انه احنا ماشيين على مبدا التربيه والدين 100%. انا لما شفت اختي عندها القابليه وعندها الشغف للخيل، كيف انا كنت مثلها طفل وكان عندي حب وشغف للخيل، فشفت ان هاي الانسانه راح تكبر وتصير، فهذا الاشي شجعني اخليها تكون فارسه او قائده. هذا العصام فوق بعدين الطبيعه الدنيه فترتين عروس رجل رؤوس اصابع فقط، شعبنا رؤوس اصابعنا فقط. بلش حبي في الخيل لما جيت على مربط الأسمر للفروسية، التقيت في الكوتش ميار عيايدة، هي أعطتني التدريبات وأعطتني كل إشي عن الخيل وكيف نحممه وكل مواضيع الخيل، وأنا كثير تعلقت في الخيل وحبي في الخيل. أب دام رجلي برا الركاب، كرين أب افتح ايديك، شوف التوازن.